نعم بالفعل، يعني كنتلقاو مجموعة من الشكايات ديال العديد من الزبناء اللي كيتهموا وكالة تأجير السيارات بالنصب، بالاحتيال، بالعديد من التهم. يعني قبل يجب تحليل بعد هاد الاتهامات اللي كاينه عند هاد الزبناء هادو، لان كاين بزاف ديال المغالطات. يعني انا شخصيا كنتابع الفيديوهات ديال هاد الناس اللي كيخرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين بعض الاشخاص اللي كيكون عندهم الحق شيئا ما، ولكن كاين بعض الاشخاص اللي عندهم مغالطات كبيره. يعني بحال مثلا الفيديو اللي خرج ديال الفيضانات، السيد اللي كرا واحد السياره ديالو ولحق بها واحد الضرر ناتج عن الفيضانات، وألح بأن يعني صاحب الوكالة أنه سيعوض على هذا الضرر عن طريق صندوق ديال الكوارث الطبيعية، إلى أن يعني القانون واضح في هذه المسألة. يعني من أجل الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية خص واحد القرار، خص رئيس الحكومة يخرج ويعطي واحد القرار، ولا يخرج واحد المرسوم وزاري بعد رئيس الحكومة اللي كيبين وكي كي كيعطي المسطره ديال الاستفاده من الصندوق اللي كيشخص الحاله ديال الكوارث الطبيعيه، يعلم بان راه كاينه كارثه طبيعيه. هذه من جهه. يعني العديد من الزبناء يعني كيتشكاو بان كاين نصب، كاين احتيال، مشكل ديال الضمانه ديال السياره، مشكل ديال التامين الى اخره. دونك اللي خصنا نعرفوا هو يعني الزبون ملي كيتوجه لواحد الوكاله ديال تاجير السيارات وكيبغي يكري واحد السياره، كيوقع واحد العقد. هذا العقد عنده فيه واجبات وعنده فيه حقوق، والعقد شريعه المتعاقدين، وهذا العقد ملي كيدار كيحمي صاحب الوكاله وكيحمي كذلك الزبون. صاحب الوكاله ديال تاجير السيارات كيكون مامن السياره ديالو، ومن حقه يامن السياره ديالو المسؤوليه المدنيه، وكذلك كيقدر يامن السياره ديالو حتى على العديد من المخاطر، منها يعني لو فول، لانسوندي، يعني باش نضرب العربيه، السرقه، الحريقه، السرقه، الحريق، الزجاج، وكذلك يعني لاتيغس، يعني المخاطر. هاد السيد هذا ملي كيكري السياره من عند صاحب الوكاله وكيوقع معاه هذا العقد هذا، من حقه يسولو شنو هو التامين اللي داير السياره ديالو، واش داير غير المسؤوليه المدنيه، ولا داير واحد مجموعه من التامينات، يعني يعني كالسرقه، كاللاتيغس الى اخره. من حقه يدخل معاه في هاد لي ديتاي هادو، ومن حقه يعرف حتى لا فرانشيز شحال داير في لاسيرونس. ملي كنهضروا على لا فرانشيز يعني بالعربيه خلوص التامين، خصنا نعرفوا شحال كاين في خلوص التامين، واش كاين 5%، 10%، 15%، شحال ديال المبلغ ديال خلوص التامين، وعلى حساب السياره، واش السياره كبيره، سياره صغيره، على حسب السياره اللي غادي يكري من عند الوكاله ديال تاجير السيارات بدون سائق. دونك ملي كنعرف هذاك المبلغ ديال خلوص التامين، هذاك المبلغ للتذكير باش يعرفوا المشاهدين، خلوص التامين هو واحد المبلغ اللي كيتحمل العاتق ديالو المكتري، كيتحمل المسؤوليه ديالو في حادثه، يعني لا قدر الله وجات واحد الحادثه تسير وكان هو اللي فوتيف، كان هو اللي مسؤول في هذيك الحادثه، هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هذاك خلوص التامين، لان شركه التامين ما عمرها ما غتعوضك 100%، ديما كتعوضك ولكن بخلوص تامين افيك اي فرانشيز اللي كتقدر توصل ولا اللي وصلات مع ارتفاع المهول اللي عرفوا سوق التامين مع شركات ديال تاجير السيارات بدون سائق، اللي يقدر يوصل دابا حتى ل 20%. دونك ملي كنعرف هذا المبلغ هذا، الزبون خصو يخلي هاد الضمانه. هاد الضمانه شنو فيها؟ باش ياخذ السياره ديالو خصو يخلي واحد الضمانه. هاد الضمانه فيها المبلغ ديال خلوص التامين اللي كيتحملو الزبون على العتيق ديالو، زائد واحد المبلغ اضافي اللي كتحدو الوكاله، اللي كيقدر يعوضها مثلا عن ضياع المفاتيح، او ضياع الاوراق ديال السياره، او يعني تمديد العقد. يعني كيكون واحد الزبون كاري واحد السياره مثلا 3 ايام او 4 ايام، وكيعيط لك كيقول لك انا غادي نزيد واحد 3 ايام 4 ايام. دونك هذاك واحد المبلغ اضافي كيكون واحد لا توليرونس، كتكون زائد هذيك لا فرانشيز اللي هو في الاخر كيساوي مبلغ مبلغ الضمانه. وهاد المبالغ راه بين يعني لا فورشيت ديالها، راه ما كتعداش مثلا بالنسبه للسياره صغيره ما كتعداش واحد 10000 درهم، داكوغ، سياره متوسطه واحد 12000 درهم، يعني كتكون مبالغ اللي هي واضحه جدا. هاد المبلغ هذا اللي هو مبلغ الضمانه، الزبون كيقدر
يعني يخليه بواسطه بواسطه بطاقات بنكيه. يعني عندنا واحد لا ماشين اللي كنخدموا بها ليا هذه لو تي بي او، دونك يقدر يعطي البطاقه البطاقه البنكيه ديالو، وكنديروا ليه واحد البري اوتوريزاسيون سكون ابل ان بلوكاج على هذاك لو مونطون ديال لو ديبو دو غارونتي. كنديروا ليه هذاك لو بلوكاج، كنعطيو واحد الامر للوكاله البنكيه اللي فاتحه عند الحساب الزبون باش هذاك المبلغ نديروا ليه واحد الحز، ريتها ما رجع السياره في حاله طبيعيه، وكنديروا رفع اليد. في حاله الزبون ما رجع السياره في الحاله الطبيعيه اللي كنص عليها العقد ديال تاجير السيارات، كنقدروا هذيك الساعه يعني نعطيو واحد الفاتوره ديال الاضرار مثلا اللي تسبب فيها الزبون، وكنعطيو واحد الفاتوره اللي هي ديطاي داكو، كنعطيو واحد الفاتوره اللي هي ديطاي. دونك يا اما كيخلص بالبطاقه البنكيه، يا اما كيخلص يعني باغ فيرمو بونكير. كاينين بزاف ديال الوسائل ديال الاداء باش يعطي يخلص هاد الضمانه ديال السياره، وهاد الضمانه ديال السياره كترجع ليه عند انتهاء المده ديال العقد، ولا رجع السياره يعني في حاله طبيعيه جدا. ويقدر يخلصني حتى بالشيك، باش نوضح لك، يقدر يخلص لي الضمانه هذه، يقدر يخلصها لي حتى بالشيك، وانا عندي الحق كوكاله تاجير سيارات عندي الحق ان اونكيسي هذاك لو شيك ديالو، وملي رجع لي السياره في حاله طبيعيه ندير ليه واحد لو غومبورسومون، نرجع ليه هذاك المبلغ ديال الضمانه اللي عطاني. دونك وقعت واحد الحادثه، كرم عندي الزبون واحد السياره، وقعت واحد الحادثه اللي كان الزبون هو اللي مسؤول على هذيك الحادثه، هو اللي مسؤول على ديك الحادثه. مثلا وقعت حادثه ديال سير، وديك الحادثه ديال سير نتجات واحد الاضرار ماديه على السياره اللي كثرها المعني بالقمر. حنا كنقيموا هذيك السياره، كيجي ليكسبير ديال لاسيرونس كيدير المعاينه ديالو، كيقول لنا هاد السياره هادي انتم راه مأمنين عليها، وانا غادي نعطيكم واحد التعويضات. مثلا السياره غادي تصيب مثلا ب 40000 درهم، الحجم ديال الخسائر السياره غادي تصيب ب 40000 درهم. كيجي لاسيرونس ليكسبير كيقول لك انا غادي نعطيك هاد التعويض هذا ديال السياره اللي هو 40000 درهم ناقص لا فرانشيز، ناقص خصول التامين، ولكن غنحيد لكم خصول التامين لانكم نتوما اللي تسببتوا في الحادثه. يعني انت اللي كنتي فوتيف، انت اللي كنتي مسؤول على هذاك الحادث السير، دونك غادي نحيد لك هذاك الخصول اللي هو لا فرانشيز ياك، وهذاك الخصول اللي هو كيف ما قلنا على حساب يعني الشركه ديال التامين، وكذلك يعني ما نساوش بان كان ارتفاع مهول ديال شركه التامين، دونك يقدر يوصل 20000 درهم، كيقدر يوصل 10000 درهم، كيقدر يوصل 15000 درهم داكو، لان كان قبل كان غير 3% شويه 5%، دابا وصل حتى ل 20%. دونك هذاك الخصول ديال التامين كيتحيد كحد اقصى، كيتحيد هذاك الخصول ديال التامين، لان الفكره ديال كيجي واحد الزبون كيقول لك لا درت حادثه واخا نكون انا مسؤول ما خصني نخلص والو حتى درهم، ميمكنش، لان لاسيرونس عمرها ما تخلصك 100%، عمرها ما غتعطيك 100%، كتعوضك ولكن ناقص لا فرانشيز. نفس التفسير بحال دابا السرقه، دابا بحال دابا مثلا ملي كتوقع سرقه هذه حاله خاصه، ملي كتوقع سرقه يعني هذه كتسمي واحد الملف اللي كيمشي عند الشرطه القضائيه، وكيدار واحد البحث، واحد البحث قضائي، وخصنا نثبتوا بانها سرقه، وملي كتثبت بانها سرقه يعني كنشوفوا التعويض ديال لاسيرونس. لا عوضتنا لاسيرونس حنا اون توتاليتي في السرقه، حنا ما عندناش مشكل، حنا الزبون هذيك الساعه كيكون محمي، لان الزبون السرقه ما كتكونش يعني ما كتكونش المسؤوليه ديال الزبون، بان الزبون هو اللي سرق السياره، راه حيت كتدخل في ابحاث قضائيه كما قلت لك، ماشي الزبون هو اللي متحمل المسؤوليه بواحد النسبه ديال 100%. ولكن ملي كتكون مثلا كسر الزجاج الى اخره، راه لاسيرونس ديال كسر الزجاج راه واضحه، راه حتى هي كتعطيك واحد كتصايب لك. راه عندنا دي كونسيسيونير اللي كنخدموا معاهم، كيمشي كيصايب لك الزجاج ديالك وكترومبورسي، غير كتخلص انت غير لا تي في يعني حتى هذه ما غيكونش فيها واحد الضرر على الزبون. حنا كنهضروا غير في الحوادث اللي كتخلي واحد الاضرار ماديه على السياره، اما بحال الزجاج بحال السرقه عندها ملف خاص، الزجاج المسائل ديالو واضحه، كاينين دي كونسيسيونير اللي كيخدموا معاهم شركه التامين، كتمشي كدير لي السياره ديالك كركب لك الزجاج ديالك كتخلص انت غير لا تي في، يعني كاين مسائل واضحه.
داكوغ. ولكن بالنسبه مثلا للفيضانات، كريتي واحد السياره وتسبات اضرار ماديه في هذيك السياره، يعني دخلتي بها لواحد الممر اللي فيه الفيضانات وتسبب واحد الاضرار ماديه لهذيك السياره، هنا ميمكنش لاسيرونس تعوضك، لان لاسيرونس باش تعوضك ولا انت باش خاصك تكون انت داير واحد التامين على الفيضانات. حنا ما دايرينش داك التامين على الفيضانات، وباش تستافد من هذاك الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه، راه خص رئيس الحكومه يخرج ويخرج لك واحد القرار بان هذه راه يخرج بواحد مرسوم واضح بان راه كاينه كارثه طبيعيه. نعم بالفعل. يعني في هذا التراكم دابا ديال عدد الوكالات اللي كاين دابا في السوق المغربيه، حنا كمنظمه مغربيه للنقل الطرقي باش ننصحوا الزبائن اللي باغيين يتوجهوا لوكالات كراء السيارات ويكريوا واحد السياره، يعني اول شيء خصهم يعرفوا الواجبات ديالهم والحقوق ديالهم، خصهم يقراوا العقد اللي كيربطهم ما بين الوكاله ديال كراء السيارات، يعرفوا المقتضيات ديال داك العقد، يعني راه كاين ورا الكونطرا راه كاين واحد العقد، كاين واحد لي كونديسيون، واحد الشروط، هذوك الشروط خصو يشوف واش موافق عليها الزبون، الا ما كانش موافق عليها الزبون ما يكريش من عنده السياره، لان اغلبيه ديال الزبائن غير كيجي كيعطي الكونطرا ديال السياره كيسني بلا ما يقرا الشروط اللي كاينين خلف في في في, في الفيرسو ديال لو كونطرا، غير كيجي كيسيني في الريكتو ديال لو كونطرا وكياخذ السياره وكيمشي. ونسال نوجه سؤال مباشر للوكيل اللي غيكري لي السياره، واش عندك تامين، شحال الخلص ديالو، يعني لا فرانشيز ديالو، الضمانه واش نقدر نخلصها لك ببطاقه بنكيه، يعني من حقك اليوم تسال بان تخلص ضمانه ببطاقه بنكيه، واش نقدر نخلصها لك اسبيس، كاع تمشي مع الوان تسولو على المشاكل، لا طرا واحد المشكل مثلا كيفاش نقدروا نحلوه، يعني حتى تطرح عليه يعني جميع الاسئله، ولا شفتي بان راسك عندك الثقه في هذاك الوكيل تقدر تكري من عنده السياره. غير الانسان ما يتوجهش لواحد راه كيقول لك عنده رخصه تخلي نصو، كيمشي كيكري واحد السياره بواحد الثمن بخس مثلا، بواحد كيكري واحد السياره ب 150 درهم 200 درهم وكيولي في المشاكل، كيكري عند واحد في القهوه ما كيتوجهش للمكتب، خصو يمشي للوكاله ويمشي للمكتب ويدخل المكتب بحال هكا ويشوف الوكيل باش يوضع فيه الثقه باش يكري من عنده ديك السياره، لان ماشي المهم هو الضمانه، المهم هو السلامه ديال هذيك الزبون، هذيك الزبون خصو يمشي بعدا في واحد السياره اللي كتوفر ليه السلامه ديالو الطرقيه والسلامه ديالو الصحيه. وكاينين دابا جمعيات وكاينين هيئات، ويقدر يتوجه لاي جمعيه واي هيئه ويستفسر. حنا قليل زعما المواطنين اللي كيجيو عندنا واللي كيجيو عندنا وكيسولونا مثلا بغينا نعرفوا شنو هما لي كونديسيون ديالكم، شنو هما الشروط ديالكم، مثلا انا وقع واللي وقع لي شي مشكل يجي عند شي جمعيه ولا يجي عندنا حنايا منظمه المغربيه للنقل الطرقي، وحنا نعاونوا ونوفقوا ليه المشكل ديالو ونوريو كيفاش يتعامل مع الوكاله، ولا كان هو مظلوم نصفوا ليه وناخذوا ليه حقه. هذا الواجب ديالنا حنا كفاعلين جمعويين في هذا القطاع هذا.